سيدة فاطمة رسالة للأطفال، أطفال بنغازي المهجرين والمحاصرين في قنفودة. والله يعني شنو بنقول لهم؟ الرسالة، الرسالة المفروض ما تكونش للأطفال، رسالة للكبار اللي فيهم عقول. يعني أنا نبي نقولها لأهلنا في بنغازي، نبي نقول لهم كيف هانوا عليكم أطفالكم. نعم. وكيف هانن عليكم نسائكم في قنفودة، تشوفوهم في هالحال هذاي وترضوا وتوقفوا، ما فيش حد منكم ينطق ولا يصبي معانا. يعني احنا حتى لما جينا هنا جينا في ايام مباركه، تخيلنا ان فيهن الخير يعم، فيهن القلوب يحنن، تخيلنا ان حنلقوا من يوقف معانا في هالاعتصام ويسمع صوتنا. لقينا للاسف خيبه امل كبيره جدا جدا جدا. يعني شنو بنقول؟ بس معلش اسمح لي بنحكي حاجه. طبعا يسالوا فيها الوقت انتهى في عجاله. بنحكي عليه بس اللي يسألوا فينا على الثوار ويقولون أنهم واخذين عائلات دروع بشرية. نعم. الكلام هذا ما لهش أي أساس من الصحة، لأني أنا شفت الشيء هذا بعيني. الثوار اللي يقولوا عليهم أنهم يبوا العائلات يقدم في قنفودة، هم كانوا أحرص الناس على أنهم يطلعونا. كانوا في يوم اللي تجي فيه جرافة كانوا يجيبونا في الحافلات لعند الحوش، حافلات يخضنا من حواشينا باش يشيلنا للميناء، ونحن في الطريق طبعا كان الطيران فوقنا يقصف فينا ويقصف فينا من الارض. نعم. كان الثوار حريصين جدا على انهم يامنونا. نعم. الاماكن الامنه، انهم ياخذوا سواتر معينه بس هذينا للعائلات. نعم. ان تعالوا هنا عائلة. طيب. وكان يوصلوا فينا لعند الشط لعند الجرافة. هذا ليس غريب. ينزلونا. نعم. في الحقائب ويستلموا منا في. نعم. الاطفال هم اللي كانوا يرفعوا. نعم. فيهم ويوصلوا، كانوا يحاولوا يوفروا جميع الوسائل. نعم. عشان يطلعوا العائلات من قنفودة، وللاسف يتهموا فيهم بانهم هم ياخذوا واخذين العائلات دروع بشريه. نعم. الكلام هذا ما لهش اي اساس. هذا ليس غريب على ثوارنا وخاصه ثوار بنغازي.